بقول دق دق يا ربابا، دق دق يا ربابا، دق على الوتر الحزين وسمعي أهل الصبابة، وعلي صوتك بالأنين. دق دق يا ربابا على الوتر الحزين وسمعي أهل الصبابة، وعلي صوتك بالأنين. ولما تجرحنا الطبابة، ولما تجرحنا الطبابة، المداوي يبقى مين؟ المداوي يبقى الله يا ابوي رب العالمين. يا على الوتر الحزين، دق عوض الله على تعب السنين. دق يا رباب على الوتر الحزين، دق عوض الله على تعب السنين. دق يا رباب على الناس الطمعين اللي بياكلوها ولعه وبيحلفوا ميت يمين. ودق يا رباب على الناس الشقيانين اللي بيربوا ولادهم من عرق الجبين. ودق يا ربابة على قلة الضمير لما جليل الأصل نام ينام على الحرير. ودق يا ربابة على شباب اليوم اللي خايف من بكرة وحشايل الهموم. دق يا ربابة على اللي هجر البيت وهنت عليه عياله وتندم قال يا ريت. دق يا ربابة على كتير الكلام يبقى ما يعرفش حاجة ويأوحك والسلام. ودق يا ربابة على الوتر الحزين. الله عليك، كفاية أكبر. الله عليك، كمل لعبة بقى، كمل يا قطعت قلبي. دش انت بتهرس يا عم، على مستك هبيك. كفايه عك، كفايه عك، راح نزنقكم في خانه. نزنقهم في خانه ايه؟ نزنقهم في خانه ايه؟ خانه الياك. الياك كفايه عك، كفايه عك، راح نزنقكم في خانه الياك. ايه يا عم القهوه دي؟ بقالنا ساعه قاعدين محدش عبرنا. انت يا عم يا برنس يا فونش يا بومبو، في ايه؟ يابا عايزين نشرب حاجة. بقالنا ساعة قاعدين محدش عبرنا. ولا حد هعبرك يا عم الحلو، انت مش شايف اليافطة؟ احنا عاملين اضراب، الفحم غالي. ايه؟ وازاي يغلوا الفحم؟ الناس الغلابة هتعمل باربيكيو ازاي؟ يا اسطى ده بالله انت فحم ايه؟ انا مش عايز اشرب شيش، انا عاوز اشرب شاي. ابعت الشاي بتاعك في الترمس وانت جاي. ترمس واحنا طالعين القناطر؟ خلاص يا عمور مفيش شاي. خلاص هنشرب حاجه ساقعه. مفيش حاجه ساقعه، ابقى اشربها في بيتكم. ما عندناش تلاجه. اشربها في البيت وتعالى اقعدك في التلاجه. احنا عاملين اضراب. محدش جاب لي سيره الاضراب، محدش جاب لي سيره الاضراب. مش عارف اسافر، رحت محطه القطوره عاملين اضراب، الميكروباص عاملين اضراب، التاكسي عاملين اضراب، اسافر ازاي؟ اركب سكوتر؟ يا استاذ ده كل حاجه دلوقتي بقى فيها اضراب. ده انا ابن خالتي قبل كده كان مسافر بالطياره وكابتن الطياره وهو في الجو عمل اضراب. ليه؟ عشان المضيفه جابت له الشاي بارد. حقه يا لا استاذ. لا مش حقه، مش حقه. كمل كلامك. مفيش يا سيدي مفيش، الركاب خدوا شنطهم ونطوا في نص الشركه بالباراشوتات. ايه ده؟ كان حقهم يقلعوا لهم ملط ويعتصموا جوه الطياره ويعملوا اضراب. يا عم اسمع حاج، يا استاذ عبده ما مش هينفع يا استاذ عبده، انا قايل لك من قبل، من قبل ما تقعد على الكرسي. يعني ايه شعراوي؟ يا شعراوي بتستقبل يا شعراوي؟ تحلق لي نص ده استاذ عبدو. بلا استاذ عبدو بلا هباب، امشي كده الناس يفتكروني اخوان، امشي كده ليبرالي، امشي كده اقول للناس سلام عليكم، امشي كده اقول هلو. تستهبل
استاذ عبده مجلس النقابه بعت لي رساله وقال لي سيب اللي في ايدك دلوقتي، انا عامل اضراب. عامل اضراب في نص دقني؟ كمل لي دقني واعمل اضراب زي ما انت عايز. ما بكملش دون انا يا استاذ عبده. يعني ايه ما بكملش دون؟ يعني هو الاضراب كده، قالوا لي سيب اللي في ايدك، اسيب اللي في ايدي على طول. وتسمع كلامه وكمل الشغل اللي في ايدك يالا، كمل الشغل اللي في ايدك. اعمل لك ايه هان؟ انا اعمل لك ايه؟ ده انت مجنون يا، ده انت مجنون تمشيني كده ازاي؟ ها اضرب لي. عامل اضرب لي؟ عامل اضرب عشان فرد الشعر غلي وكريمات الجل وصلصه الطماطم والزيت والسكر والسمنه. سمنه ايه وسكر؟ بتحط على وش الناس سمنه وسكر ليه يا؟ وتدخلهم الفرن بعد كده؟ في زمان بتحب تاخد وش يا استاذ عبده قبل ما تطلع من الصالون عندي. اكل عيشنا ده بقى بعد اذن حضرتك ما تتدخلش فيه. يعني ايه اكل عيشك؟ اكل عيشك تشوهني كده؟ هو كده يا استاذ عبده اضرب بقى. طب اضرب اضرب هتتضرب بقى. يا استاذ عبده بس بس 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 يا استاذ سيبه يالا شعراوي يالا، أنا بقى أفرجك يا شعراوي. هتعمل إيه يا أستاذ عبد؟ تحب أقول لهم على لا بلاش لا يا أستاذ عبد. ولا أقول لهم على طب أنت عرفت منين؟ ما هو اللي قال لي. لا يا أستاذ عبد ما فيش. ما هو وأنت لا خلاص والنبي يا أستاذ عبد. وبعدين رحت ولا خلاص يا أستاذ عبد مش هروح تاني. ماشي يلا هفرجك. بس انا ابقى اشوفك في الصالون عندي. شوفني في الصالون. خلاص خلاص. بيقول لي اشوفك في الصالون. ما تروحش الصالون. افرض قابلته قدام الصالون. خلاص بقى بقى خلاص بقى. ماشي. ايه ده يا استاذ عبده؟ يلا يا جدعان كله هيروح يشوف اكل عيشه فين يلا. ايه ده يا استاذ عبده؟ معقوله؟ معقوله الحلاقه تعمل فيكوا كده؟ ده الموز غدار يا جدعان. اتفضل يا استاذ عبده اتفضل. اتفضل يا استاذ عبده اسمع مني. اسمع مني انا عارف اتفضل. انت قلت ايه؟ الموز غدار يا جدعان الله يرحمه. اتفضل يا صاحبي اتفضل. اتفضل. قلت لك ما تعملش في نفسك كده. ما تعملش في نفسك كده. ايه كل الناس عامله اضرابات؟ مطالب مئويه بقى. مطالب مئويه؟ اه اسمها مطالب فئويه يا جاهل. لا مئوية. ليه بقى؟ ليه؟ عشان فات 100 يوم وما حصلش حاجة. لا اسمها مطالب فئوية. فئوية ليه بقى؟ عشان فات 9 اشهر وما حصلش حاجة برضه. اه صح صح صح. المهم هات الجرنان. خد الجرنان اهو. يا ده بينرفز الواحد على الصبح. قام السيد الرئيس محمد حسني مبارك بافتتاح الحديد والصلب. حسني مبارك ده جرنان قديم يا عم. مصل الصحافة عاملة إضراب. طب جايبين لنا الجرايد القديمة؟ يا عم هي هي بس أنت غير الأسامي. أغير اسم الجورنال يعني؟ لا مش الأسامي دي. أمال اسم إيه؟ الأسامي التانية. الحديد والصلب؟ لا. قصدك أغير أسامي إيه يعني؟ ماليش دعوة قول أنت بقى. الحديد بس؟ ايه؟ لا مفيش دعوة. يعني هو مكتوب قام السيد الرئيس محمد حسني غير ايه؟ غير محمد. ده هو هو محمد برضو. قلتش حاجة انا. يا ان شاء الله نتقبض علينا في الليلة ان شاء الله. هذه الجرايد كمان عاملة اضراب. انا مش فاهم ايه حكاية الاضرابات دي يا معتصم. يا عبدو اهدى. الاضراب هو الحل عشان تاخد حقك. اليومين دول لازم تضرب عن كل حاجة كل حاجة. شايف الاضراب اللي انا فيه؟ يا لهوي يا خراب الحقوني يا ناس. يا مديحة ونجي ورجلي فور يا ابني. حرام عليكي الوال في بطنك بقى 14 شهر تقرب يعفن. يا أستاذة مديحة يعني ما يصحش كده يعني. يعني معقولة حضرتك مش عايزة تولدي جوز حضرتك برضو؟ أكيد كان في قصة حب بينك وبينه وقابلتي في الجامعة وحبتي وتمسكتي بيه. ها يعني لازم ده أكيد ده اللي حصل مش كده ولا إيه؟ يعني أكيد أنا عندي حق مش كده؟ بعد إذنك بعد كده. أنت عندك حق فعلا.
الواد لو طلع شبه ابوه هيترمي في الزباله يعني. معلش حضرتك يعني اكيد برضو الخلفه يعني بتكلف كتير، وشوف اكيد الاولاد بيحتاجوا بامبرز قد ايه. اكيد حضرتك طبعا، بس انت اكيد ما كنتش بتستعمل البامبرز طبعا، وبتستعمل الكوافيل. كانوا بيلفوا وشك بكفوله مثلا واما تتكلم يغيروا لك بقى. معلش بس معذور يا استاذ، ما انت ما شفتنيش وانا نونة. يا الحمد لله انا ما شفتكش وانت نونة، الحمد لله. يا استاذه مديحه يعني ما يجراش حاجه، حضرتك الولد بقاله 14 شهر يعني، ده قرب يسنن، ما يصحش كده يعني. لا انا مدربه، انا مش هولد خالص. برافو عليك يا اختي مديحه، قولي ورايا، مش هنولد. هو يولد مش هنولد، انا ما عنديش مانع ان اولد. انت بالكتير تبيض، تولد ايه؟ بص بقولك ايه، مراتك دي شكلها شراني قوي. ها انا لو منك اطلقها واخلص يا استاذ. ما انا بقالي اسبوعين عايز اطلقها. وايه اللي بيحصل؟ المأذين عاملين اضراب، البواد عاملين اضراب اضراب اضراب. اهدى اهدى، لا حول ولا قوه الا بالله. اهدى بس، اهدى اهدى اهدى. طيب مدام مش هتعرف تطلقها، انا عندي حل كويس قوي يعني. انا فاعل خير، انا يا دوبك شايفك وانت معدي في الشارع. اقتلها. اقتلها؟ ايوه اقتلها. اقتلها. طب اقتلها ازاي؟ تقتلها ازاي؟ انا بالصدفة يعني، انا ما كنتش عامل حسابي، بس بالصدفة كان معايا السيف الاسري ده. ها؟ النجم نجم، يا محاسن الصدف، يا محاسن الحلو، يا ملعب ورود. اقتلها. مين؟ مين اللي منغص عليك حياتك؟ مديحة. مين اللي كل يوم بيبهدلك؟ مديحة. مين اللي ما بتسمعش كلامك؟ مديحة. مين اللي بيضربك على قفاك؟ خزاعة. مديحة. يبقى هتسيبها؟ لا، لازم تقتلها. مش كده. يا قاتلك يا مديحة. ربي يوفقك. الواحد يعمل خير ويرميه البحر، الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. إيه ده حضرتك أستاذ إبليس؟ يعني مركب قرنين وودنين وجزمة، يعني هكون إيه يعني؟ سبايدر مان أكيد. إبليس. حضرتك إبليس؟ أيوه أنا. ياه، طب حضرتك يعني سايبني عمال أوز الراجل على مراته عشان يقتلها، وأنت قاعد يعني ما بتشوفش شغلك ليه يعني؟ لا يعني أنا عامل إضراب. ايه ده، الشياطين كمان عاملين اضراب؟ حضرتك عامل اضراب؟ طبعا. الله، يعني حضرتك لو مثلا في واحد وواحده مع بعضيهم ما بتخشش تبقى معاهم التالت يعني؟ اذا كان هي معاها واحد انا هقعد اعمل ايه؟ وبعدين يعني حضرتك ما تركزش يعني في تفاصيل يعني الحاجات دي يعني. انا قلت دول عشان بتقعد معاهم يعني. لا وبعدين انا اصلا بتكسف، والله انا بتكسف. انت بتكسف؟ ايوه، وده بيعملوا حاجات ما بتخطرش على بال انا. بتخطر على بال انا بقى.